شكرا لكم، يعطيكم العافية، اشوفكم على خير في البث الجاي. ورانا اكل والله اني جايع في مالة. شو اسرع واحد فيهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيم كيف حالكم؟ عساك خير، طيبين. فيديو اليوم في أكل، في أمور طيبة كالعادة، لكن هالمرة ما راح ناكل، لا بنجرب كنا ناكل. والله تشوفون آخر مقطع في عارمش أم الأكل. طيب سويت تويتة في تويتر، هذا الحساب في تويتر، تابعني إذا ما تابعتني. قلت لهم وش أفضل تطبيقات في الرياض توصل وأسرع، يعني بشكل عام وش أفضل تطبيقات ودكم إن نجربها. أخذت أفضل أربع تطبيقات من كلام الناس في تويتر، اللي هي هنجر ستيشن وجاهز وذا شيفز وتويو. اوكي، الطريقة كالتالي، انا مستخدم ما اعرف استخدم هذه التطبيقات، باطلب من كل تطبيق، ابى احسب من اول ما ادخل التطبيق الين اطلب. طبعا كل التطبيقات نطلب نفس المطعم ونفس الطلب عشان تكون عادلة. طبعا نطلب البيك، خرب ام الدايت اليوم ها. ابيها من الله، ابيها من الله نخرب. عموما بنطلب من البيك وساندويتش مسحب، يعني طلب معروف ان المطعم هذا سريع ورخيص وسعره معروف عند الكل، صح ولا لا؟ طيب خلونا نجرب اول تطبيق هنجر ستيشن عندنا، راح ابدا المؤقت وادخل اطلب نفس الطلب اللي بنطلبه في كل التطبيقات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مؤقت وندخل التطبيق. ها بدينا، بسم الله. 10 سنين والله شياب. اوكي بسم الله، نحط البيك. البيك يا طويل العمر، سوي بحث، مو بأول واحد، ما طلع لي ثاني واحد، ثالث، رابع، خامس، وين البيك؟ شكل ما عندكم البيك يا أوه، هذا هو. أوكي عند البيك طلعنا خامس، مدري سادس واحد. نبغى ساندويتش، هذا هو موجود صورته، قيمته 9 ريال، ما نضيف شيء، حطينا للسلة، وصلنا للسلة، أمورنا طيبة. أخذ مننا تقريبا، وقف خلينا نقول 39 ثانية أو 40 ثانية لين أضفت الطلب في السلة. أنا أقول مرة وقت ممتاز، أقل من دقيقة عشان أضيف الطلب في السلة، بس إن الغريب ليش حاطين إياه في الترتيب العاشر؟ ما علينا، خلينا نروح للتطبيق الثاني ونضيف نفس الطلب ونشوف كم ياخذ مننا مدة. التطبيق الثاني عندنا جاهز، ونقول بسم الله، نبدأ المؤقت وندخل للتطبيق ونقول ها نطلب من البيك. والله طولوا في الانترو، انتروهم سالفة، شكله حاطين فيه جرافكس وسالفة. اوكي بسم الله، خلونا نبحث في علامة البحث. البيك، هذا البيك يا طويل العمر، طلع لي اول واحد. وين الطلب يا مدير؟ هذا لا، هاي شاورما. وين ساندويتش مفاي؟ هذا هو ساندويتش فيليه ب 8.50، ارخص من من هنجر ستيشن ب 10 هلالات. لازم الذبة ذبة. لازم الذمة. طيب حطينا الطلب هنا، طيب تقريبا اخذ مننا جاهز يا طويل العمر والسلامة 38 39، نفس تقريبا الوقت اللي اخذ مننا هنجر ستيشن، فمتعادلين. التطبيق الثالث ذا شيفز، ونقول بسم الله نبدا نجرب. خش ذا شيفز على طول، يا رب اني ما يصير انتروك زي انترو جاهز طويل. اوكي بسم الله، نكتب البيك يا طويل العمر والسلامة. ما ابغى حلا، ابغى بيك مزحب بروستد، ريحة زيت، ابغى اخرب الدايتر. ما اعطانا بيك، نلغيه، نكنسل يا الغالي. ما في بيك، شكل ما عندهم بيك يا شباب. طيب يا جماعه، شكرا الله ما لقينا البيك في هذا التطبيق، فبنروح التطبيق الثاني. يعني احس اشهر مطعم ممكن يعني يطلب منه احد ما نلقاه في التطبيق، مشكله، مصيبه ذا. التطبيق اللي بعده اسمه تويو، ونقول بسم الله، نبدا المؤقت وندخل عليه. خلاص اعطيتك موقع سجلته، تكفى. طيب هنا في بحث فوق، خلينا نكتب البيك، جاري البحث. اوكي طلع لي البيك على طول، ندخل على البيك وندور. ما ابغى فطور يا الغالي، ابغى الدجاج. اوكي برجر فيليه، لا ساندويتش فيليه، سعره نفس سعر هنجر. وش يرجى تعبئه كافه الحقول؟ خلاص ابغاه ازاله ابو مخلل، ما ابغى ازاله، ابغى كل شيء زي ما هو. ابغى حار العادي، ها طلبنا حار، بسم الله. صح المحلات الثانيه ما قالوا لنا حار العادي، حد الادنى 15 ريال، نطلب معهم شيء ثاني. يلا بسم الله، هذا يجبرنا، هذا يتشرط علينا شباب، لازم 15 ريال عشان توصل. وش ذا؟ طيب وش نطلب 15 ريال؟ اصبروا، نطلب سنتين. 8.5 8.5، بعدين مين بياكلها؟ انا بتورط. هات واحده ثانيه، نطلب واحد حار واحد عادي، نروح نعشي هالي اليوم، انواع سندويشات بيك كثير. طيب التوصيل الي، اها والله طولنا احنا نطلب شباب، لين هنا وقف يا مدير. اخذ مني تقريبا دقيقه و22 ثانيه عشان اطلب، السبب انه طلب حدني على مبلغ للطلب، وانا اشوف انه شيء سيء، وصل لي اي شيء وانا بعد فعلا قيمه التوصيل، يعني ليش تطلبني الا 15 ريال؟ ما ادري ايش سياستهم، لكن هذه سياسه التطبيق. هذا اطول تطبيق بين جاهز وهنجر ستيشن، وذا شيفز اصلا ما طلع لي تطبيق، ما طلع لي مطعم. وصلنا الفقره الثانيه، الفقره الثانيه يا جماعه راح نطلب كلهم في نفس الوقت ونشوف من اسرع تطبيق يوصل. يلا نجهزهن كلهن جنب بعض. طبعا بسوي كذا، ابى اطلب بعدين اروح التطبيق الثاني واطلب، واروح التطبيق الثالث واطلب.
اوكي هذا التكتيك. وش هذا؟ هذا شيء يبغى مني يا جماعه، ما اقدر اطلب، لازم الحد ادنى نفسه تيو. خلينا نروح نزيد طلب، والله نزيد مع 10 ثواني زياده، احسني متحمس. بسم الله، 1 2 3 بنبدا نطلب. اول شيء جاهز، بعدين انقرص. اوه هذه بينا نطلب، ندفع على طول. تاكيد الطلب، بينا ندفع تاكيد. الله ياخذ بليسك، كل شيء تطلب مني. انا بتهاوش مع حقين تيو، كل شيء يطلب مني الموقع. الموقع عندكم خلل في تطبيقكم شباب، صلحوه. كل شيء يطلب مني موقع، اعطيك قهرني قهر. طيب الحين طلبنا من كل التطبيقات التوصيل. اوه حلو، هذا وافق الطلب الحين. ونحسب بسم الله، بما ان كلنا خلصناهم مع بعض، نبدا نحسب الوقت اللي بياخذ اول، او من بيوصل اول واحد فيهم. قبل ما يوصل الطلب خلونا نعطيكم رايي انا البسيط في طريقه الطلب. طريقه الطلب من ناحيتي انا اشوف الى الان جاهز اسهلهم، يمكن عشان يتعودت عليه ما ادري، لكن جاهز اسهلهم. على طول ضغط اتمام، بعدين قال لي الدفع حتى بعد ما اطلب، مو زي هانجر ستيشن قال لي لا لازم تدفع عشان يتمم طلبك. الشيء الثاني كلهم اسعارهم تقريبا نفس الشيء، عندنا جاهز 18 ريال توصيل، وهانجر ستيشن نفس الشيء 18 ريال، لكن عشان عميل جديد ورقم جديد فاعطوني مجاني، لكن 18 ريال نفس سعر التوصيل. وتيو او تويو اعطاني 22 ريال. ف الله ياخذ بليسكم، خلاص اعطيتكم لوكيشني والله الف مره. دونت الاو عباطه، ما راح اعطيك لوكيشن حقي هالمره، ما يعطيك اياه، اعطيتك اياه 7 مرات خلاص يكفي. اذكر الله بيجي الاكل، انا جايع انا جايع، معليش انا عشان جايع دائما اعصب اذا جعت. الشيء اللي عجبني في جاهز انه مره سريع، على طول تمم الطلب وقدرت اطلب ساندويتش واحد يعني اقل من 15 ريال. هانجر ستيشن وتويو قالوا لا 15 ريال ولا ما في ما نوصل. ما ادري ايش السبب، مع جاهز اعطاني قال اوكي خذ. هذه نقطه تروح الجاهز. النقطه الثانيه اللي هي ما ادفع متى ما ابغيت انا، يعني اذا جاني هنا انا ادفع مو قبل لا اطلب الطلب، فهذه برضو نقطه ثانيه تروح الجاهز. اوه يقولون العب لعبه، دقيقه خلينا نشوف. والله جاهز رونر اعطاني لعبه، حلو يعني جاهز مهتمين لك وقت الجوع، يقول لك خذ قبل وقتك في اللعب. خلينا نشوف ذلك ايش يقولون. هذا يقول تواصل مع ناجي، تهاوش معه. مو متهاوش معه بس اعطينك معطينك يعني انك تقدر تتواصل معه على طول، وحاطي لك خاصيه حلوه صراحه وطلعت لي انك تقدر تترجم حادثه بينك وبينه، انت مثلا هو يتكلم انجليزي انت ما تعرف تتكلم انجليزي، تكتب له وتجي ترجمه عنده. هذه حلوه عشان التواصل يكون اسهل مع المندوب. الشيء اللي انا عجبني برضه موجود في هانجر ستيشن مو موجود في جاهز، انه اعطاني الوقت التقريبي للطلب. هانجر ستيشن قال لي بيوصلك تقريبا ما بين الساعة 10:50 والساعة 11، يعني أعطاني الوقت اللي متوقع يوصل. الآن الساعة 10:24، ولكن نشوف من يوصل أول، ما يهمني أنا تعطيني إياها تعطيني متى توصل، بس اللي يوصل أول هو اللي يهمني. ننتظر لين يجي الطلب ونروح ناخذ لنا جيم من لعبة جاهز. أوه زي لعبة ذيك القديمة حقت البتاعة، نسيت اسمها، أنا ليش نطيت السرعة؟ زي يبين لكم إني جايع، ما أفكر ما أفكر، أبي الأكل. وينك يا ساندويتش البيك؟ وينك؟ اح صفقت راسي. حلو، واضح الجوع مؤثر، التركيز صفر، التركيز صفر. بسم الله خشو. انا اقول ما نلعب ما نلعب شباب، وننتظر الاكل، ننتظر نفكر، ننتظر نقول الله جيجيبات شباب. اذا ودكم موس بادات حلوه استخدموا كرات طرف عشان وش اعلن يا اخي عادي ترى اذا ودك موس باد جامد ترى جامد، يعني اقول لك عشان اديني فلوس اذا طلبته، نوفر على طلب 22 ريال حق التويو يا شباب والله وارده. طبعا 65 يا جماعه اذا ودكم تيشيرتات، اوه ترى في هودي بما ان الشتاء جاي، اسمعوا ولعيون الوطن بنسوي لكم تخفيض، استخدم الكود اللي هو 92 راح يجيكم تخفيض 20% لعيون اليوم الوطني، والعرض يخلص لين اكتوبر، يعني لين ينزل راتبه بعد اسبوع، مالك عذر مالك عذر، انزل اشتر لين يجي الطلب وقت الجوع. عشان ما هاوشكم ولا تهاوش معكم خلونا نخلص مونتاج بالناظر، بسوي فيديو لقناه الرياكشن، اذا ما سويت لي سبسكرايب قناه الرياكشن تحت بسوي فيديو رياكشن، وان شاء الله بينزل اذا خلصت الحين اليوم. جا 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 18 دقيقة جاء اول طلب. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. استاذ عبد العزيز حياك الله. الله يحييك، معك مندوب تويو يا ابوي الله يسلمك. يا هلا ومسهلا. يا هلا فيك، انا وصلت الحين عند رقم 11 يا الله جايك. يلا جاء اول مطعم، يلا بسم الله نروح نفتح له. اخذ مننا تقريبا 19 دقيقه ووصل، ما شاء الله سريع 19 دقيقه، ما توقعت الصدق 19 دقيقه لين جيت. نحتفل على العمل المميزين. اول مره اطلب منكم والله. ايه بس توصيلكم غالي الصراحه، يعتمد على البنزين. الله يعطيك الف عافيه، شكرا لك حبيبي. يا هلا. شوفوا وصل الطلب في 19 دقيقة تقريبا وانا اخذته. عبد الله كانك اخوي العزيز، تفضل.
مو بحار ان شاء الله. في واحد حار واحد مو بحار. خلاص خذ الحار. خلاص عطني اللي مو بحار واخذ الحار. تسوق علي. طيب نقيم يا اسخ. خلنا ندخل نقيم. طيب يا جماعه وصل في 19 دقيقه نقيم الرجال 5 نجوم صراحه كان ممتاز ومتعاون ومحترم جدا وسريع جدا. عطينا التقييم ممتاز جدا صراحه كان مرتب وسيارته نظيفه محترم متعاون سريع جدا. التطبيق اقدر اعطيكم اقل بنجمه واحده السبب والله ولا واحده منها. نعطيكم 5 يلا عشانكم اسرع ناس. بس الاسعار مو مره ما في شيء. اسعار تغليف سيء لا الكميه قليله لا. خلينا نقول نكتب هنا السعر مرتفع يعني يعني اغلى من التطبيقات الثانيه من وجهه نظري انا عشان يحسنونها يعني مو عشان اوه حاقد عليهم ولا لا. وين حاره وين مو حاره. والله يا عبد الله اخوي جاي من النادي اوه جايع. يلا انا اخذت الحاره وانت خذ البارده. عاد اقول لكم شباب بما اننا جايعين خلونا ناكل وننتظر الطلب ننتظر الباقين. 22 دقيقه ما بيتصل الباقين. والله يا دايت اوف. هلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. جاهز؟ يلا جايك. وصل جاهز هنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت ايش انا وصلت انا وراح. وصلت يلا جايك. يا هلا جاهز. وين قلت ايش وصلوا في نفس الوقت 26 دقيقة. هذا ايش جاهز؟ جاهز شكرا. جاهز خلص طلب جاهز. هنشوف هنقص ايش كلهم وصلوا نفس الوقت تقريبا. هنقص ايش هذا حق جاهز لانه واحد كيسة واحدة وهذا حق هانجر ستيشن. من ناحية الحرارة جاهز ادفى والله انهم كلهم نفس الشيء. هذا حبة وهذا حبتين. لا كلهم نفس الحرارة للامانة كلهم نفس الحرارة وصلوا كلهم في نفس الوقت. حتى حق المندوب حق هانجر ستيشن ناظر معي كيسة بيك جاي اخذ منه بيك يناظر لي يضحك مجنون انت. عموما هانجر ستوب اخذ مننا تقريبا 28 دقيقة بالضبط الينا الان. لكن وقت الطلب جاهز دق علي قبل اقل من دقيقة يمكن اقل ب 20 ثانية يمكن اقل ب 20 ثانية وكلهم واصلين نفس الوقت بس واحد دق والثاني ردت عليه وقت ما يدق هذاك عرفت. عموما نحسبها كلهم نفس الوقت. هذه الحبتين من هانجر ستيشن وهذه الحبة من جاهز كلهم تقريبا وصلوا في نفس الوقت لكن تيو تفوق عليهم يمكن بست دقائق وصل قبلهم بست دقائق او سبع دقائق فهذه تحسب لتويو ولكن السعر مرتفع عند تويو بس اذا كنت تبغى سرعه اتوقع وصل قبل. الشيء الثاني اعطي نقطه الجاهز لانه ما خلاني ادفع قبل ما اطلب والشيء الثاني خلاني اطلب واحده ما خلاني اطلب ثنتين. النقطه تروح للجاهز انه يسمح لي اطلب حتى لو بغيت واحده. لا هنقصيشن قال لازم اقل مبلغ 15 ريال تقريبا. بالنسبه للسعر كلهم 8 ريال فاصله 50 هلله الا هانجر ستيشن كانت 9 ريال اجبروا له 10 هلالات يعني قالوا اوه والله ما ناخذ هلالات منكم يلا نظام بقالات اعطاك عرفت نظام علك. هذا هانجر ستيشن حاسبوك على اساس انه علك بس 10 هلالات حقتي يا ورعجم. عموما هذا تقييمي للاسف ذا شيفز ما كان عندهم بيك فطلعناه من الحسبه بس ما حد قال الله ما يحط بيك اشهر مطعم يعني ما لي دخل انا. ان شاء الله انكم عجبكم المقطع اذا ودكم تقيموه او شيء ثاني عندكم اي افكار ثانيه تعالوا تحت في التعليقات ولا تنسون الاشتراك يا جماعه خلونا نوصل 2 مليون امان الله. الحين العب في النعمه.